الحمد لله كنت كل بالي كنت صرحت وقلت لهم أنا كان لوكاس يوفيتش أي ملعب ملعب عربي رياضي كنت حبيت مشواري كنت 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 لما نقوم صلاته وقتم آخر كوشنة عربية في السلطين والوطنية في حتى العربية يقوم آخر مشوارية مطلعة والحمد لله أنا جد فاقوم كل مقدم في السلطين شارب أن يكون أختم مشواري في الألعاب المقدم المتوسط كنت أحاول بيزان داعي مقدم مشوار دعنا جد ألعاب عربية قد ما كنتش مع المنتخب الوطني لكن كنت حاضر مع المنتخب الوطني ولكن كنت اسمع الالعاب العربيه حبيت اكون الباب الكبير بس كنت من الباب الكبير